عقد ظهيرة ثلاثاء مدرب اتحاد العاصمة ندوة صحفية قبل المواجهة التي تسبق مواجهة الفريق ضد مارمو غالانتس الجنوب أفريقية برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف، حيث أكد عبد الحق بن شيخة أن مواجهة الأربعاء مهمة لكنها ليست بالمصيرية. جينا نلعبوا احنا سعداء اللي موجودين هنايا في جنوب افريقيا، وجينا نلعبوا يعني مباراه اللي ليست مصيريه بالنسبه للفريقين، لكنها مباراه مهمه لنا حنايا باش يعني نشدوا المكانه الاولى تاعنا. نلعبوا ضد فريق اللي حقيقه يعني فريق قوي في الصفوف الثلاث تاعو، فريق اللي عنده مهاجمين قويين، عندهم وسط ميدان قوي، لكن احنا العزيمة تاعنا يعني موجودة باش نديرو مع الأولاد، نديرو مباراة كبيرة تليق بالسمعة تاع الاتحاد العاصمة.